انا ما كثير حابب اني اتجوز مره ثانيه. القصة وما فيها انا اذا ما عملت هيك رح اخسر كل شيء كل شيء، وانت ما بترضى بهذا الشيء. يا عمي انا شرعا ما غلطت بحق حدا، هذا حقي وفرح ما ناقصه شيء لا من زمان ولا هلا، بالعكس هلا وضعنا احسن بألف مره. عمي عمي اسمعني، انا فرح ما راح طلقها، بوس ايدك بوس ايدك تهديها وتروق. كتير حلو كتير حلو عمي، خلص راح اتركها عندكم نهارين ثلاثه لبين ما تروق. ماشي، وانا براسي براسي راح اجي لعندكم وجيبها لهون، لانه هذا بيته وبيضل بيته. خلص كرام، يعني انا ما صدقت امتى رجعت لحياتي الطبيعيه. انا بحب اني فيق على مهلي، اذا عندي شيء بالسوق بروح بعمله، بعدين بروح على النادي. اساسا الفئه بكر كيلاتها انا ما بحبها، وهي الشغلات من لما رحت على المعمل صرت محرومه منها. بعدين هلا خلص البركه فيك انت موجود. ايه صح حبيبي، بس يعني وجودك بالمعمل كتير ضروري، يعني مشان العمال يشوفوكي. هي شغله. الشغله الثانيه، شو هي ما بتحبي تفيقي للظهر؟ يعني انت عم تفيقي غصب عنك وتعملي لي فطور؟ لا ابدا يا استاذ، اولا اكبر متعه عم عيشها بحياتي هلا لما بفيق وبطعميكي بايدي، ثانيا لما سيادتكم عم تروحوا على الشغل انا عم ارجع لها، ثالثا خلص بس تخلص الحفله وترتيباتها انا بوعدك صير انزل بالاسبوع مرتين على الشغل. منيح كثير منيح حبيبي. شو بدي اسالك هلا، ضروريه كانت الحفله؟ ايه ضروريه. شو بدك تتغدى؟ بتعرفي ما راح اقدر اتغدى لانه عندي شغل كثير، بس قولي لي شو راح تتعشى؟ انا بقول لك مثل ما بدك، عشيني مثل ما بدك. اوكي. هاي هاي المدام هبه موجوده؟ ايه موجوده، ممكن تخبريها انه بدي اشوفها؟ تكرم عينك، بس مين الا؟ طيب تمام يلا، مستودع رقم 9 شو وضعه؟ طيب يلا برجع بحكيك. طيب الو اهلين حبيبي اهلين. اي والله بلا هالحزازير، يعني مشغول. مين اجى لعنا فهمينه؟ فرح؟ مين فرح؟ يا اهلين وسهلين. استقتلك كرومي. كيفك؟ سؤال سؤال لوك الحلوة؟ الله شو لا بقلك. يي شو كروم؟ ما في الحمد لله على السلامة. على السلامة. كيفك يا اختي؟ اشتقت لك فروحة. عمري عمري خلص عمري كرم. ها؟ عن جد شبك في شيء؟ لا ما في شيء، لا بس انا تفاجأت بجيتها بس ما خبرتني بس هيك. هذا المطلوب، انا بدي اياه يتفاجأ. وحياتك احلى مفاجأة بالعالم. ما بدنا نقعد؟ لا بس انا لسه ما شبعت من كرومة. كلي انها كبيرة من اصغر. لك لا لا ما حبيبي انت تعبانه ما بيصير هلا مولا. يلا تفضلي يلا خلينا نقعد نرتاح. ما هيك تفضلي. انا لا يا بنت رايحين كرومي. يلا يلا شوي جنانات. شو اللي عملتيه انت؟ شو اللي جابك لهون؟ فهميني شو اللي جابك بعدين. شوي اختي شوي. شو؟ واحسن ما قلها انا ضرتك؟ لك عم بسألك سؤال جاوبيني عليه، شو اللي جابك لهون؟ هيك فكرت كثير، قلت ما في حل غير اني اجي وضل حدك هون، انا بدي ضل معك لحتى تحل مشكلتك. نعم 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 نعم. جاي تسكني هون؟ جاي تسكني هون معنا يعني انت؟ ها؟ ايه هون ببيت اخي. شو؟ مو احسن ما ارجع اسكن هنيك ودرقن درقن على الواتس وين رايح وين جاي وين راجع؟ خلص انا قررت انه ما بدي مشاكل، بدي نظبط امورنا مع المخلوق او نتيسر. لا 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 لا
انا ما عم صدق. شو عم تعملي انت؟ شو عم تعملي فهميني. لا بدك تصدق وبدك تقتنع كمان. شو المطلوب مني؟ اتركك للخانم وخصوصا بعد ما شفت انها حلوه كركوبه قلتلي ما مجنوني مجنوني. بنطلع لبرا انا وانت، اذا انكشفنا بنصفى برا. هنيك هنيك لا تخاف، انا من ناحيتي ما في قلق ابدا. قصه عندك انت. بعدين انا قلت لها انه انا عم بدرس عند خالتنا بالاردن. شو 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 بالاردن؟ ايه بالاردن. ايه وشو عم ترسي؟ صحافه واعلام مو رياض اطفال، ما حدا احسن من حدا. فرح 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 نزلي. ليك ليك اسمعي، بلد اليف بلد اليف قصص. انا مو ناقصني مفاجآت هون. بعدين هي مو حرب نسوان، مين بيكسب ومين بيربح؟ عم تفهمي علي؟ ليك اجيت ليك ليك اجيت ليك اجيت تصرفي بشكل طبيعي. ها اذا بدك تكمل على قلبي احلى من العسل. الغدا جاهز ما تكون تاك. بلا والله انا رح موت من الذوق. لكن حتى الجوع. صحيح كروم لا تنقصر فيني. حبوش وعدتني انه رح تاخذني على السوق. بس يعني حبيبي انت جاي من السفر معك، يعني حرام تعبانه. انا قلت لها انه انت تعبانه ولازم تريح. لما عرفت انه عنا بكره حفله اصرت تروح مشان تشتري شيء بيناسب. معلش كرمالي. ايه مو حاسب حسابي، عمري كثير جعت، بعدين بنحكي بهذا الموضوع. عمري ماشي. يلا يلا حبيبي. حبيبي يلا جاي. عمري شو بدها تقول هلا اذا حكيتها وقلت لها ارجع وانا بالبيت؟ هبه مو غبيه ابدا. يخرب بيتك يا فرح، رح تنزعي لي كل شيء. عدنان يا عدنان. حاضر دكتور. ساوي لي قهوه. يا دكتور صرت شربان 4 فنجان قهوه، ما بيصير مشانك. مزبوط والله مزبوط كلامك، ساوي لي قهوه. على عيني. انت هون؟ هاي. ليش راجع بكير؟ لا ولا شيء، يعني بس هيك حسيت حالي تعبان قلت بيجي برتاح شوي. طب كنت قلي انك تعبان كنا رجعنا دغري على البيت حبيبي. لا لا ما في شيء، لا تشغلي بالك. شايفكم عم تضحكوا مبسوطين. ضحكونا معكم. بتعرف على شوي ما كنت حقدر امشي بالشوارع كثر ما ضحكتني اختك. عن جد هالبنت نهفه. عن جد. وين رحتوا؟ وين اجيتوا؟ شو حكيتوا؟ يعني احكوا لي شوي. لا كريم هذا حكي بنات، انت ما خصك. كرم عن جد حبيبي ما فيك شيء. لا لا ما في شيء. لا لك خلص اتركي ليكو قدامك مثل الحصان، بعدين هو ادرى بحاله دكتور. قومي نطلع نقيس الغراض ونكمل وتوته. يلا. يلا باي باي. عدنان شو صار بالقهوة؟ لا 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 معقول يا حبيبي؟ ليش ما اكون على بعضي؟ لا ما في شيء، بس انا صراحه بخاف اتضايقك بشكل ما. انا بعرفها يعني بتزت كلامها زت. الحش ولحش. اختي مولدنه وبعرفها. لا لا ابدا بالعكس على فكره. فروحها كثير لذيذه وبتشيل الهم عن القلب. بس انا مستغربه انه انت ولا مره جبت سيارتها قدامي. يعني بصراحه يعني ما صار هيك وقت واحكي لك عنها. انت بتعرفي يعني مشاكل المعمل والمكتب وحاتم. ما بعرف، على كل إن هي كم نهار وراجعة لعند خالتها. على فكرة هي ما رح ترجع. شو؟ شو شو ما رح ترجع؟ شو على كيفها ما رح ترجع؟ يعني قصدي حبيبي عندها جامعة، هي معقول ما ترجع؟ هي ما فيها ترجع، هيك قالت لي، لأنه خالتك بدها تجوزها لأيمن. مين أيمن؟ أيمن ابن خالتك. أنا
بتعرفي نسيته؟ يمونه صغير كان هيك عرفته يمونه. ايه شبه؟ ايه وهي ما بتحبه ولا انا بحبه. اوكي هربت واجت لعنا، شو تعمل يعني؟ ما بدها اياه. اه كرم شو بك؟ لا أزني أنا هلأ طلعت من الحمام، مو حابب تقلي نايمة؟ في شي؟ شو في؟ لا لا ما في بشي، مشاكل الشغل تعرفي يعني. هلا صاير عملته سايلنت. نامي حبيبي نامي يا نامي يا عمري نامي يا حبيبي نامي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.